ووزارة الكهرباء ومكتب المستشارية لرئيس مجلس الوزراء بأمر من السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم أنه لازم نحل مشكلة النفايات بالعام القادم، وعليه راح تجي شركات. هذه الشركات عن طريق الاستثمار تروح للهيئة مال الاستثمار الوطنية أو لهيئة بغداد، ما أعرف وين تروح للاستثمار، تقدم على مشروع استثماري لمن اللي يفوز به، يجي ياخذ النفايات ويحرقها ويحولها إلى طاقة كهربائية أو فولتج، يفرزها ويطلع من عندها المواد الأولية لإعادة تكرارها وبيعها بالسوق المحلي أو الحرق. طريقتها هذه راح تصير أرض في الكرخ وأرض في الرصافة، نصف هنا ونصف هنا محارق. طبعا هذا المبلغ وهذه الشركات أرقامها عالية جدا، على أمانة بغداد توفير الأرض وعلى وزارة الكهرباء توفير شراء خدمة الطاقة الكهربائية اللي تنتجها من النفايات، وعلى البيئة أن تساعد على موافقتها أنه تكون صديقة للبيئة هذه المحارق. زين أنت ذكرت الجو تلوثة، أنت ذكرت أكو مناطق تختلف هو بالنسبة إلى وعي وثقافة السكان بالنسبة إلى النفايات. زين أكو هي الخطوة للتخلص من النفايات والمكبات الطمر الصحي، يعني محافظة كركوك فرضت غرامة مالية على المواطنين لمنع رمي العشوائي بالنفايات. احنا ليش ما نتخذ انه اكو رادع في بغداد واطراف بغداد والمحافظات بهذا الشيء كخطوه؟ خطوه جميله وجباره لكركوك، لكن هو قرار وقانون موجود بالرقم 13 لسنه 69 بالامانه بغداد، قانون البلديات بغرامات جزائية على المخالفين برمي النفايات دون الأماكن المخصصة. يعني هو كركوك ما اخترع شيء، هو قانون موجود ولكن في بغداد غرامة اللي يرمي النفايات تم تنفيذه برافو عليك، أو تم تفعيله، تم إذا صح التعبير. إحنا ما مفعلين، إحنا ما مصح، ما صح عندنا عملية دفع الغرامات على المخالفين. يعني في كركوك وفي بغداد وفي كل العراق ماكو غرامة على اللي يفتح باب السيارة باب الجامع ويرمي الكلينكس أو العلبة الفارغة بالشارع، إذا كان بيبسي وإذا كان بلاستيك وإذا كان العفو كلينكس أو أي شيء آخر، إذا يرمي من الجامع أكو واحد يغرمه، أكو بوليس يوقفه ويغرمه في العراق كله، ماكو. بس إذا تجي للقانون، بالقانون موجود ما حد يفعله. إحنا آن الأوان، الآن آن الأوان، هاي رسالة من تغيير، من قناة تغيير ومن مدير العام العلاقات والإعلام ووجدان الإعلام، هاي أخذيها ضربة، إنه رئيس مجلس الوزراء أن يقعد ويطالب محافظة بغداد بوضع كاميراتها لرقابة كل المخالفين برمي النفايات بالشارع. ليش؟ لأن إحنا في بيئة الآن مشكلتنا كل الدول تطبقيها المناخ، ومشكلتنا التصحر، مشكلتنا الماء من المنبع قليل، ومشكلتنا أنه نهر دجلة نشمر به نفايات. اليوم بلاستيك ما يذوب، ومعروفة دراساتها 500 سنة البلاستيك ما يذوب، يروح بنهر دجلة، والمعدن يروح بنهر دجلة، أو النفايات اللي دنشيلها من نهر دجلة. يومية أمانة بغداد مع الفرق، أو كل أسبوع، مو يومية حتى أكون صادق، كل أسبوع تسوي حملات مع الفرق التطوعية في نهر دجلة لرفع مخلفات اللي يرميها المواطن في نهر دجلة. زين أنت نهر دجلة حلو سوينا لك إياه وقاعدة تتونس، ليش تشمر بالنهر؟ حاوياتك موجودة، ليش ما تشمر بالحاويات؟ طيب. والله كل جمعة نشيل آلاف الأطنان من نهر دجلة من النفايات، ويانا البيئة، ويانا الفرق، ويانا منظمات المجتمع المدني، ويانا المتطوعين من الشباب سفراء النظافة وغيرهم، كل جمعة حملات نشيل. زين هاي ليش ما نسوي لها كاميرات وغرامة ورقابة على اللي يطور؟ فالآن آن الأوان أن نغرب كل واحد يرمي نفاياته بالشارع، من البيت للسيارة للنهر، أو حتى هو يمشي بالشارع وشمر الكلينكس، أو حتى نطلع فد هاشتاج إنه هذا العلج، حتى العلج هذا اللي ترميه بساحة حديقة الأمة أو بكورنيش الكاظمية والزوراء أو بساحة الاحتفالات، إحنا ننظف ونسوي تطبيع جديد. الأفضل شيء سيد محمد اليوم هو يشمرون حتى هذا العفو العلك يشمروها بالقاع، وتعال شوفي هذه طريقة حضارية مو حضارية. إذن أفضل شيء هو توزيع الكاميرات حتى العقوبة هم نتجي.